مصاحب كل لعيبة الأهلي وكل يوم بيفتح مول جديد. اتيتم وهو لسه في إعدادي واشتغل في محل ملابس. اتحول لأشهر مصمم أزياء في مصر وبقى مليونير. حكاية إسلام سعد أغنى مصمم أزياء في مصر. خلال الفترة اللي فاتت اتحول إسلام سعد لواحد من أشهر وأغنى مصممي الأزياء في مصر، وبقى زباينه كلهم من النجوم والمشاهير ولعيبة الكورة، وبقى عنده إمبراطورية كبيرة خاصة بتصميم الأزياء، خلته منافس قوي لأهم مصممي الأزياء في مصر والوطن العربي. فتعالوا نعرف مع بعض حكاية إسلام سعد اللي بقى الصاحب المقرب لكل لعيبة الأهلي. إسلام اتولد في أسرة بسيطة من بني سويف، ما كانش في بقه معلقة ذهب ولا ورث محلات عن والده، وتيتم وهو لسه صغير في إعدادية. وقتها شاف إسلام إنه لازم يتحمل مسؤولية نفسه وبدأ يشتغل في محلات لبس كتير وهو لسه صغير. وقتها بدأ يحس إنه عنده موهبة في تصميم الأزياء، وفضل يحوش لحد ما قدر يفتح محل صغير بيصمم ويعمل فيه بدل رجالي وهو لسه عنده 18 سنة. بعدها اتعرف على مراته إسراء وهي كمان بتشتغل مصممة أزياء، عملوا مشروع سوا عن تصميم الأزياء وحققوا نجاح كبير مع بعض واتجوزوا. بعدها بدأ إسلام يفكر في إنه يتوسع وينتقل للقاهرة، فتح محل ليه في المهندسين واللي كان وش الخير والسعد عليه. فتحول إسلام من مصمم وصاحب محل بدل صغير لواحد من أشهر مصممي الأزياء في مصر. إسلام قدر من خلال المحل بتاعه يعمل أيقونة مميزة للفاشون، اهتم بالتفاصيل والقماشة اللي بيصمم بيها البدلة والفساتين وكمان القصات اللي تناسب كل جسم. فصمم بدل كتير لفنانين ونجوم مشهورين ولاعبين كورة زي الفنان محمد رجب ونهال عنبر وإسعاد يونس وغيرهم، غير تصميم فساتين السواريه والزفاف سواء للبلوجرز أو للفنانين. وبدأ يتعرف على السوشيال ميديا من خلال دعاية الفنانين والبلوجرز ليه. بدأ ينشر تصاميمه على السوشيال ميديا، ومع الوقت بقى ليه فولورز كتيره بيتابعوه ويحبوا يشوفوا تصاميمه. قدر يعمل ستور كبير علشان يعرض فيه تصاميمه وسماه ترند. حضرت نيكول سابا وقتها الافتتاح ولاعبين كوره مشهورين ونجوم عشان يشجعوا اسلام ويدعموه، وبقى الاسلام متابعين كتير على السوشيال ميديا. مش بس كده، ده كمان اسلام بقى مصاحب كل لعيبه الاهلي زي امام عاشور ومروان عطيه والشحات، وكلهم بقوا اصحابه وبيلبسوا من عنده. وافتتح مول كبير في زايد عزم فيه كل الفنانين وكل اللعيبه اللي جم مخصوص عشان يجاملوه، كانوا فرحانين بيه. وكمان مراته بقت صاحبه مراتهم المقربه وبيروحوا مع بعض كل حته، ده غير انه كمان بقى صديق مقرب لنجم الجيل تامر حسني ودعاه مخصوص عشان يحضر افتتاح مطعمه الجديد ادم، وكمان صديق مقرب للفنان محمد رجب، وبقى من اشهر واغنى مصممي الازياء في مصر وكل المتابعين بيحبوه ويدعموه لانه رمز لكل شاب مكافح بنى نفسه بنفسه.